السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7 إي نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس إستونيا بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية الأرميني يلتقي الأسد في دمشق. الأمم المتحدة تطالب بانسحاب روسي فوري من أوكرانيا. السفن الشراعية ترسم لوحة الماضي في شواطئ دبي اليوم. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة آلار كاريس رئيس جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة ممثلة إلى فخامة الرئيس آلار كاريس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة ممثلة إلى معالي كايا كالرس رئيسة الوزراء في جمهورية أستونيا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري أفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي معالي أحمد زغدار، حيث استعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 العام الجاري، وسبل تحفيز التعاون في المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الصناعة الجزائري، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدة مجالات. وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أم الإمارات بعلاج عدد من مصابي الزلزال في سوريا من بينهم أطفال في مستشفيات الدولة. وتكفلت سموها بنفقات علاجهم وكافة الالتزامات المترتبة على ذلك. كما وجهت سموها الهيئة بالمتابعة بشأن توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والعناية بالمصابين خلال تواجدهم في الدولة. وعلى الفور شرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات أم الإمارات، وبدأت في تسريع إجراءات استقدام المصابين وأسرهم والتنسيق مع عدد من أكبر المستشفيات في الدولة لاستقبالهم وعلاجهم ووضع حد لمعاناتهم الصحية وتوفير كل متطلبات مراحل استشفائهم. وقال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن توجيهات سمو الشيخة فاطمة تأتي في إطار اهتمامها بتحسين أوضاع المتأثرين من الزلزال في سوريا، خاصة في المجال الصحي. زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانبا من فعاليات معرضي الدفاع الدولي آيدكس والدفاع البحري نافيدكس 2023. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7 إي نيوز.
التقى وزير الخارجية الأرميني آراميرز بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، حيث قامت أرمينيا بتسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال، وناقشت جانبان العلاقات الثنائية فضلاً عن الأمن الإقليمي والدولي مع الأسد. وشكر الرئيس السوري أرمينيا على مساعدتها بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق من الشهر، مع تسليط الضوء على العلاقات التاريخية بين البلدين. ومن المقرر أن يقوم ميرزويان بزيارة حلب بعد الاجتماع. أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم حزمة دعم جديد للأمن الغذائي في اليمن، حيث يواجه الملايين الجوع في ظل فجوات حادة في التمويل وتداعيات التضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا. وقال وزير شؤون التنمية البريطاني أندرو ميتشل إن بلاده ستدعم بشكل مباشر ما يصل إلى 40,000 يمني شهريا للتخفيف من الجوع والفقر. ووقع ميتشل خلال زيارة للأردن اتفاقية إطلاق تحالف برايتلي، وهو شراكة بين الحكومة البريطانية والمنظمات غير الحكومية لتقديم برنامج الأمن الغذائي الرائد للمملكة المتحدة في اليمن. وسيعمل التحالف مع تلك المنظمات لتقديم تحويلات نقدية لما يصل إلى 40,000 يمني شهريا. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات جماعات حقوق الإنسان ونشطاء له بالعنصرية بعدما أمر بوضع حد فوري لتدفق مهاجرين من جنوب الصحراء بشكل غير قانوني. ودعا الرئيس خلال لقاء مع وزير داخليته توفيق شرف الدين الأفارقة المقيمين بشكل قانوني إلى الإطمئنان، قائلا إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء، لكنه شدد على أنه لن يقبل بأي شخص أن يقيم بشكل غير قانوني، مكررا القول إن هناك مخططات لتوطين هؤلاء في تونس لتغيير التركيبة الديمغرافية، متهما خصومه بالسعي لتوظيف تصريحاته بشكل خاطئ بهدف إشعال نار الفتنة. قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إنها حرصت على التواجد في نيويورك ليس للاحتفال بالذكرى السنوية، ولكن للاحتفال بالموعد الذي هو تاريخ مهيب، تاريخ حزين بعد مرور عام على بدء روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا. وستتحدث الوزيرة باسم فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مضي عام على شن روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا، وسيتم التصويت في هذه المناسبة على قرار بشأن أوكرانيا ترعاه أكثر من 60 دولة. وستشارك السيدة كاثرين كولونا كذلك في اجتماع وزاري سيعقده مجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا، كما ستتسنى لها فرصة لقاء الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريتش لتناول الوضع في أوكرانيا وعدة أزمات دولية أخرى، والتزام فرنسا والأمم المتحدة بتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة وحماية المحيطات. تحدث ممثلون من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الصحفيين بعد أن وافقت الجمعية العامة بأغلبية 141 صوتاً وعرضها 7 على قرار يطالب بإنهاء النزاع في أوكرانيا. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام عادل ودائم عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو، مطالبة روسيا مجددا بسحب قواتها ووقف القتال. والحديث عن هذا الموضوع الهام، يسرنا أن نستضيف الدكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية في جمهورية مصر. مرحبا بك دكتور. تحياتي لحضرتك يا فندم. تحية لك دكتور. دكتور محمد، بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، هل من مؤشرات أو بوادر تلوح في الأفق برأيكم لوقف الحرب الروسية الأوكرانية؟ كل المؤشرات في البداية أستاذي الكريم، وخاصة بداية هذا العام عام 2023، رأينا المساعدات الكثيرة بمليارات الدولارات سواء على المستوى الغربي أو المستوى دول حلف الناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أستاذي الكريم، المساعدات الأمريكية التي تقدر بأكثر من 40 مليار دولار من قبل الكونغرس ومن قبل الرئيس الأمريكي جون بايدن بأكثر من 7
120 مليار دولار في العام الماضي. أما هذا المؤشر وخاصة بداية عام 2023 المساعدات التي تقدر بمليار و750 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أرى من وجهة نظري وأحلل المشهد العام وخاصة المعركة الدائرة داخل أرض المعركة الأوكرانية، سواء داخل أوكرانيا أو حتى خارج أوكرانيا، هذه أيضا جزئية مهمة. ولكن كل المؤشرات تلوح في الأفق بأن الدعم من قبل أمريكا ومن دول الغرب، سواء ألمانيا وسواء فرنسا وأيضا الجانب البريطاني، وناهيك أيضا لأن زيارة الرئيس الأمريكي قبل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا مؤشر أيضا، ولابد من رسائل بهذه الزيارة. أولا أنا متواجد على أرض المعركة أو أرض الميدان بخصوص الرئيس زيلينسكي، ويوجد الدعم الكبير سواء من الغرب وأيضا دول حلف الناتو، ناهيك عن كل هذا، هذا أيضا جزئية مهمة جدا. ولكن على المستوى الآخر الرئيس فلاديمير بوتين يلعب على سيطرة بعض المناطق، وكما نعلم أستاذي الكريم بأن قوات فاغنر دخلت أرض المعركة، وأنا قبل أن يعني أكون معك على الهواء مباشرة كان يوجد أنباء وتصريحات أو أخبار متداولة على وسائل الإعلام العربية والغربية بأن قوات فاغنر سيطرت على بعض المدن أو قليل من المدن التي هي بجوار مدينة بخموت في هذا التوقيت. كما رأينا أستاذي الكريم بأن المعركة أو خطط المعركة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين تغيرت تماما، بمعنى في بداية المعركة كل الروس أو معظم القادة كانوا يظنون بأن السيطرة الروسية سوف تكون على 3 أيام أو أسبوع أو شهر على الأقل، وكما نعلم بأن هذا التوقيت مر أكثر من سنة على الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن في الآونة الأخيرة أو العام الماضي عام 2022 كان الحرب الدائرة في معظم المدن الأوكرانية. ولكن أنا أرى وأخيرا في عجالة سريعة أستاذي الكريمة بأن الرئيس فلاديمير بوتين غير معظم القادة على أرض المعركة، والآن هو يعني كل الوجهة على بعض المناطق بعينها مثل دونباس ومثل بخموت. نعم دكتور محمد كنت معنا عبر سكايب، جزيل الشكر لك. قال جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف يتعرضان للتهديد كما لم يحدث من قبل، مضيفا أنه لا يعتبر الصراع الدائر في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة. وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي هذه ليست حربا عالمية، إنها لا تؤثر علي لأنني في جزء آخر من الكوكب، إنها تؤثر على الاقتصاد العالمي. وكرر في الوقت نفسه اتهامات لا أساس لها بشأن إمدادات أسلحة لروسيا ودول أخرى. وأشار بوريل الجميع يتأثر لأن أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة أدت إلى ارتفاع التضخم، وأجبر التضخم المرتفع جميع البنوك المركزية في العالم على رفع أسعار الفائدة بشكل لم يسبق له مثيل، وقد أدى هذا إلى تباطؤ في الاقتصاد. بعد مرور عام على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من استمرار الآثار المدمرة للحرب على النساء والفتيات. وكان للحرب الأوكرانية الروسية وما تلاها من تصعيد وصل إلى مرحلة غزو روسيا لأوكرانيا مطلع عام 2022 تأثير كبير على النساء والفتيات من حيث الصحة والتعليم، ومقتل عدد كبير من الرجال الأوكران المشاركين في الحرب. علاوة على ذلك فإن فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وتأثر دوائر الإنتاج وموانئ التصدير الأوكرانية كان له تأثيرا أيضا على التجارة العالمية، ومنها المبادلات التجارية بين الدول العربية وكل من روسيا وأوكرانيا، حيث تتعامل الكثير منها مع طرفي النزاع تصديرا واستيرادا. أما الآن فإلى مقال اليوم. مقال اليوم من موقع 7E نيوز بقلم الدكتور عبدالله الخياط بعنوان وهم الانتكاسة، جاء فيه إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية يكلف كثيرا من الخسائر،
تتجسد بالتأثيرات السلبية على الحياة والصحة والمظهر العام والعلاقات وربما المكانة الاجتماعية في المحيط، وأن الخروج من دوامة الإدمان والعودة إلى الحياة الطبيعية لن يكون سهلا، ولكنه ليس صعبا في الوقت ذاته، لا سيما وإن الأمر برمته يتوقف على قرار التعافي والإصرار عليه والعمل على تغير نمط الحياة. يردد العديد من المتخصصين والأطباء أن انتكاسة المتعافي من الإدمان أمر وارد، مؤكدين أن الإدمان مرض مزمن مشبهينه بداء السكري، كما صرح بعضهم بأن مريض الإدمان يحتاج إلى علاج وتأهيل مدى الحياة ولا يوجد علاج تام لإدمان المخدرات، وهم بذلك يناقضون فرصة التعافي معتبرين العلاج الحالي مجرد وسائل من شأنها المساعدة في التوقف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث لا يوجد عقار يأخذه المدمن فيكف عن التعاطي أو يشفى. والآن مع أخبار بانوراما من 7E نيوز. أبطال طواف الإمارات يمرون من أمام برواز دبي الذي يظهر معالم إمارة دبي الحاضر والماضي معا في أيقونة فنية ضخمة. أضاءت السلطات في باريس برج إيفل باللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني بمناسبة الذكرى السنوية لبدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واجتمع الحضور للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا مرة أخرى في مواجهة هذا العدوان. في هذه الحرب هناك معتد وضحية، هذه اللافتة الرمزية تعني إخبار العالم بأننا ندعم أوكرانيا وأن أوكرانيا ستنتصر وأننا سنحتفل بهذا النصر معا. وإلى كاريكاتير اليوم من صحيفة الاتحاد بريشة الفنان شريف عرفة وبعنوان الأزمة الأوكرانية. أما إنفوغراف اليوم فقد اخترناه لكم من وكالة أنباء الإمارات بعنوان شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية أسطول قطار البضائع الأحدث في المنطقة. وفي إنفوغراف آخر من موقع 7E نيوز بعنوان 15 يوما من الدعم العربي لتركيا. بطموح المؤسسين أطلق شريان دولتنا الجديد شبكة السكك الحديدية الوطنية. تغريدة اليوم اخترناها لكم من منصة دبي بوست إحدى منصات مؤسسة دبي للإعلام. نتعرف في الفيديو على أهم التفاصيل التي عليك معرفتها عن المشروع.
وإلى حديث الكاميرا لهذا اليوم اخترناه لكم من المملكة العربية السعودية، حيث معرض شهرة الأول من نوعه في المملكة، والذي يعنى بأعمال أندي وارهول الذي يسلط الضوء على ولعه بالشهرة والمشاهير. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7A News. أكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية إنجاز إماراتي جديد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في الدولة على حد سواء. قال وزير المالية الياباني سوزوكي إن وزراء مالية دول مجموعة السبع وافقوا على الالتزام بدعمهم الثابت لأوكرانيا. وقال سوزوكي في بيان مشترك تم الإدلاء على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بنغالور إن الوزراء سيراقبون عن كثف فعاليات العقوبات ضد روسيا وسيتخذون إجراءات إضافية حسب الحاجة. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية نتابع. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7A News. تشهد شواطئ دانة الدنيا دبي يوم غد السبت تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبرى مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، الجولة الثانية من بطولة دبي والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2022-2023. وتجمع التظاهرة نخبة النواخذة والبحارة في صراع مثير للفوز بناموس السباق الذي يأتي في فاتحة الفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي في العام 2023. وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات لتنظيم وإنجاح الحدث الكبير، حيث ظلت تراقب كافة التقارير الواردة عن الأحوال الجوية من المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة من أجل الاطلاع على سرعات الرياح وحالة البحر، سعيا لإقامة السباق في أفضل الظروف التي تساعد النواخذة والبحارة على الوصول بأمان إلى خط النهاية. يلتقي فريقا العين والشارقة غدا في مباراة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم التي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر عند تمام الساعة 8:30 مساء تحت شعار السوبر إماراتي. ويتنافس الفريقان على أول ألقاب الموسم الكروي المحلي 2022-2023، علما بأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان على لقب كأس السوبر خلال حقبة الاحتراف. وتعد مواجهة الفريقين يوم غد امتدادا للمنافسة الدائرة بينهما في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع بعد مرور 17 جولة وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر. دائرة الثقافة والسياحة الإماراتية تعقد شراكة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس أبوظبي 2023 بالتعاون مع حديقة الحيوانات في العين. وفي تغريدة عبر الصفحة الرسمية للدائرة: سعداء بشراكتنا، جهزنا فريقنا التعليمي المتخصص أجنحة تفاعلية ممتعة، منحت الزوار على مدار يومين تجربة شيقة مع سلسلة من الأنشطة التي جمعت لاعبي كرة القدم ومشجعيهم من أفراد المجتمع في أجواء مليئة بالحماس والألعاب. نتابع. We'll be right back.
وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس استونيا بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية الأرميني يلتقي الأسد في دمشق. الأمم المتحدة تطالب بانسحاب روسي فوري من أوكرانيا. السفن الشراعية ترسم لوحة الماضي في شواطئ دبي اليوم. كنا معكم مشاهدينا من 7E News، في أمان الله وإلى اللقاء.